الأمن الخاص والعسكري للقوات الأمنية والسلطات العمومية على ما أبان عنه من جفان وروح مسؤولية في مواجهة وباء كوفيد-19. إن نفسياً وإخلاقياً على استمرارهم أمام الله المادية والاجتماعية للكثير من المواطنين، حاولنا إيجاد حلول للحد من آثار هذه الأزمة. لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء ومشكور وبعمل وطني شاركت فيه طوال الحياة الأمة من أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية وقرن نقابية واجتماعية ومجتمع مدني وعدد من المواطنين. كما كان الشأن من مرحلة الإعداد فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج مسؤولية أمنية.